طيب ومعي ايضا على الهاتف هقول عليك ايه، منتج الروائع محمد مشيش. يا مشيش اهلا وسهلا، كل سنه وانتم طيبين. مساء الفل، ويعني مساء الفل. انا بقى لازم اسميك منتج روائع، يعني مش عايز اقول لك رمسيس نجيب عشان بس يعني ما لا يبقاش تمام، مقارنات انا هو عنيفة، لسه صغير برضه، وانت مش لسه لسه صغير صغير، سنا يعني. لكن الحقيقة ان انت سنتين بخطى ثابتة، بانتاج محترم، حقيقي بانتاج قوي، تفاصيله مش سهلة، لكن اقدر اقول واحنا ده وده جزء من شغلنا في سي بي سي، ان فعلا احنا فخورين انه شغلك موجود معانا على المحطة. وأنا مبسوط جدا إنه شغلي موجود معاكم، وبشتغل مع مجموعة حلوة زي الأستاذ تامر وزي إنجي وأسامة وزي شاكر والأستاذ تامر محسن والأستاذ حسين المنباوي وكل فريق العمل اللي بشتغل معاهم. ماشيش، انت عندك ايه السنة دي؟ 3 مسلسلات مظبوط؟ آه تلات. الحمد لله. الحمد لله. ده انت كل سنة بتقدم مسلسل واحد ولا ايه؟ لا لا، السنة اللي فاتت كانوا 2 3 اكشلي، كانوا ايه؟ كانوا كانوا 3. جراند اوتيل كان الجراند اوتيل والنوس والنوس وهبة رجل والنوس الغراب. وهيبة رجل الغراب. السنة دي 3 برضو، يعني بيبقى لود بس دايما فيهم واحد هو بيبقى الاعلى ولا ايه؟ لا والله مش شرط يعني، هو في يعني كل واحد بيفكر انه ده المسلسل اللي هو هيحبوه الناس هيشوفوه، وهي الدنيا اذواق، ففي ناس بحبه كده وناس بحبه كده، هو بس انا في بدا ناس انا 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 بتجمع على حاجات تانية. سوري ان انا هقطعك، بس انا السنه دي بجد ما شاء الله ما شاء الله، انا فخور بمشيش، لانه مشيش بيشتغل معاه 3 مخرجين مهمين، يعني معايا محمد شاكر محمد خضير، شاكر خضير، حسين حسين منباوي، المنباوي، تامر محسن، تامر محسن، والتلاته كل واحد ليه طعم مختلف، دي حقيقة. والتلات جنرات بتوع التلات نوعيات المسلسلات مختلفين عن بعض، ويعني يعني انا لو بجد لو ماليش دعوه انا مش مشارك في الجريمه يعني، هبقى انا عندي فضول جدا، دول الـ3 مسلسلات اللي بقى عايز اشوفهم عشان اختلافهم كمان، وعشان في ثقه اتبنت في الـ3 مخرجين دول في علاقتهم بالجمهور في الحاجات اللي عملوها قبل كده. فانا يعني ذكاء مشيش بالنسبه لي في اختياره للكرو بتاعه كمان قبل الكاست الحقيقه، يعني اللي بس ورا مشيش، الكاميرا. انت يعني هل المنتج يقدر ان هو يعمل، يعني الممثل ممكن، المنتج ده ملك التفاصيل، يعني ده ملك اللي هو الاوركستريتنج، هو ده قائد الاوركسترا الحقيقي، يعني طبعا المخرج مهم لكن ما هي المنتج تفاصيل. التفاصيل، ما هي التفاصيل اللي بتعمل اختلاف يعني في اي عمل، وهي اللي بتخلينا اصلا ان احنا نفكر ازاي نستمتع بالعمل ونشوف الفرق بين اي حاجه وحاجه، ونشوف قد ايه احنا ماشيين صح لقدام، والناس بالفعل صارت تهتم بالتفاصيل اكتر من هنا، صحيح، وصارت تنتبه ان احنا بنعمل هنا مختلفين عن باقيين حاجات كتيره، فده اللي بيخلينا ان احنا نستمر ونستمتع بالشغل يعني، ده هو الاستمتاع. بس خليني اقول لك انه ازاي بتقدر انك تسيطر على التفاصيل دي لانها كتيره، في 3 مسلسلات فيهم بطولات جماعيه، يا جماعه مش سهل، فانت ازاي بتسيطر على كل التفاصيل دي؟ ما حضرتك دلوقتي ممكن مثلا وانت ماشي على كوبري اكتوبر تلاقي مشيش ماشي يكلم نفسه، طبيعي ده يعني، يعني ده الميعاد، انا كلمته لقيته بيكلم نفسه، ده الميعاد اللي فعلا فعلا النوم بينعدم عند الراجل ده، وبتلاقيه عقله في وسط راسه، دماغه اسمه ايه بيقولها، بتقال ايه في وسط راسه دي، بجد يعني ايه، ممكن تساليه سؤال يجاوب في حاجه تانية، بيبقى عنده 800 يعني تفصيله. المسلسلات ما بتخشش على بعض يا مشيش عندك؟ لا ما بتخشش على بعض، بعدين احنا فريق كبير يعني، مش شخص واحد، احنا مجموعه من الناس كلها بتفكر في تفاصيل، وبعدين في يعني في اقسام كل واحد بينتبه على حاجه، ومعنا فريق الحمد لله كويس يعني، دي خبره شويه شويه بتكبر طبعا. لو سالتك ايها أقرب إلى قلبك أو كلهم أولاد، هتقول لك كلهم أولاد، عارفة أنا الإجابة دي، عارفة الإجابة، بس أنا سعيدة إنه تتر كمان، لازم أقول إن في منافسة عنيفة في التترات السنة دي، تتر لا تطفئ الشمس لصديقتي العظيمة أصالة الجميلة، صديق، وهي مغنية، أنا في مفاجأة لينا بس يعني مش عايزة أقولها دلوقتي، مفيش داعي، هقولها بعدين في رمضان، ولكن تتر لا تطفئ الشمس العظيمة أصالة، تتر حلاوة الدنيا الجميلة شيرين جدا، فأنا معرفش هذا المساء له تتر مغنى ولا لا يا مشيش؟ لا هو موسيقى، موسيقى لأنه ديبينت على نوعية الدراما يعني، حسب نوعية الدراما بنشتغل على الحاجات دي.